الحقيقة موضوع بيثير ناس كتير جدا من قبل حتى ما نسمع عن كوفيد طويل الأمد. خلونا نعرف عنه أكتر. بينضم لينا هاتفيا دكتور رائف رضا، ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في لبنان. بداية بعد التحية، ممكن تشرح لنا إيه هو تحديدا كوفيد طويل الأمد؟ ما المقصود بهذا المصطلح؟ وهل حقيقي اللي الناس كانت بتتكلم فيه الفترة اللي فاتت إنه عندهم أعراض ما بيحسوش بيها قبل إصابتهم بكوفيد 19؟ صباح الخير لك وللمشاهدين والمستمعين. بالنسبة للكورونا الطويل الأمد، هو إصابة بعد أكثر من 4 أسابيع على الأقل من الإصابة الأولى بالكوفيد 19. والمعروف أنه مر الكوفيد 19 بمراحل متعددة وبمتحورات مختلفة، بدءا من الألفا والبيتا والجاما والدلتا وحتى وصولا للأوميكرون. فقبل الأوميكرون يعتبر أي إصابة في هذه المرحلة بتعدد بعد الإصابة الأولى بأكثر من 4 أسابيع يسمى ما الكورونا طويلة الأمد. أما فيما يخص أنه يؤثر على الوضع العام فهو يؤثر، وحاليا الإصابات تقريبا بالملايين، فعنا 23 مليون على الأقل. طب دكتور، قبل ما تكلم عن الإصابات بالملايين، خلينا بس نتكلم عن الأعراض. إيه اللي بيميز كوفيد طويل الأمد أو الأعراض اللي الناس بتحس بيها، اللي اتكلم عنها التقرير، تكسير العظام، الصداع، الحاجات دي، عن الأعراض الطبيعية؟ يعني عايزين بس نفصل الاثنين عن بعض. هل الأعراض دي ممكن تبقى طبيعية ولا دي لازم تبقى راجعة للإصابة بكوفيد؟ هلا الحقيقة الأعراض بالنسبة للكوفيد 19 أعراض قوية شوي، يعني حرارة مرتفعة جدا. هون بالحالة الطويلة الأمد الكورونا ما منشوف الحرارة بهذا الارتفاع. التعب ممكن نشوفه بشكل أكثر فأكثر بالحالات الطويلة الأمد. بالنسبة لموضوع الفيرتيجو، يعني الدوار، الدوخة ما يسموها بالعربي، هي منشوفها أكثر بحالات ما يسمى بالطويلة الأمد. خفقان القلب منشوفه أكثر بحالات ما يسمى بالكوفيد 19 بالكورونا طويلة الأمد. وفي تقريبا في أحيانا المريض بهالحالة هون بيشوف سعال مزمن، يعني بيضلوا يسعل، بيأخذ أدوية بيضلوا في سعال. والحالة النفسية دكتور أيضا، يعني البعض يقول أن هناك بعض الأعراض الخاصة بالاكتئاب ما بعد الكورونا أو ما بعد كوفيد 19. وهيدا صحيح. طبعا في عنا آثار جانبية يلي هي كتير تعطينا ما يسمى في الاكتئاب، القلق النفسي، لأنه ما هو المريض لحد المريض هو ما عارف تشخيص، ما عارف حالته. حتى في كتير من الحالات المخفية يلي هي أصلاً ما شخصت، وحتى في كتير في الحنان العالم ما بيحددوا، ما بيعمل فحوصات البي سي آر وهيك. فعشان هيك في صعوبة بالتشخيص، وعشان هيك المريض ما بيعرف حاله. شيء بروح لعند حكيم الرئة بيقولوا له عندك مشكلة بالرئة، شيء بروح لعند حكيم النفسي بيقول له أنت عندك اكتئاب، شيء بروح لعند حكيم القلب بيقول له في عندك دقات القلب متزايدة. علائم ممكن تكون واحدة، ممكن تكون متعددة، بس ولكن يمتاز هذا بتأثيراته الجسدية. يعني دكتور، تستخدم كلمة اكتئاب في كثير من الأحيان في على أعراض، أو تستخدم بشكل مبالغ إن صح التعبير، يعني يكون الأعراض ليست اكتئاب، لأن اكتئاب طبعا أنت تعلم دكتور أنها كلمة كبيرة ولها تفاصيل كثيرة. ولكن هل السبب هو كوفيد 19 أم هو البعض يتجه نحو الفاكسين، أن الفاكسين هو ما سبب كوفيد طويل الأمد؟ لا لا هلا لا، ما في رابط علمي بيناتهم، بس ولكن مش كل حالات التعب او مش كل حالات الاكتئاب هي مرضها بنسميها لحالات الطويله الكورونا طويله الامد. ممكن يكون اسباب نفسيه اخرى، ممكن يكون في مشاكل صحيح. بس طالما في عنا عوارض، كذا عارض يلي هي من جملتها ضيق التنفس، السعال المزمن، اصابته للشخص قبل الكورونا ب4 أسابيع ثم رجوع الكورونا له، هيدا بيأكد على أنه السبب الاكتئاب ناتج عن حالة الكورونا طويلة الأمد. يعني هو في شيء بسموها الحالة اللي هي مؤكد المتلازمين بعد الكوفيد،
يعني خاصة أنه نحن إذا سألنا الشخص هل أنت أصبت بكورونا؟ نعم أصبت بكورونا. من أمتين؟ بيقول لك مثلا من أربع أسابيع، خمس أسابيع أو شهر. وخاصة سمعنا نحن بالتاريخ من سنة 19 لتاريخي هلأ في حالات متحورات. هالمتحورات ما كان يحددها العلم أنه هذه طويلة الأمد، كان يقولوا تحورة، وكلمة تحورة كلمة مطاطة في اللغة العربية، وواقعا هي إصابة كوفيد 19 كوفيد طويل الأمد لحتى. طيب دكتور، السؤال المهم هنا واللي أكيد ناس كتير جدا بتشوفنا بتسأل عليه، تتأكد إزاي إنه الأعراض اللي عندها دي هي كوفيد طويل الأمد؟ وهل لما يروح للدكتور يقول له أنا عندي كوفيد طويل الأمد، هل الدكتور هيكتب له يقول له إن ده كوفيد طويل الأمد؟ والحل فيها إيه؟ هلا طبعا لما بتروح لعند الطبيب يعني حد ادنى بده يطلب له البي سي ار، بده يسال سابقيه المرض اللي عنده، هل اصيب بالكوفيد 19 ولا لا، بده يحسب مشاكل التهابات عاديه، التهابات صدريه، كذا سبب. يعني الطبيب ما راح يكتب له دغري مباشره او يشخص له الا بعد اجراءات الفحوصات البيولوجيه والاجراء والمعاينه الكلينيكيه، غير هيك ما ممكن يشخص. اما ما يمكن يعمله بهالحالات، هون صار عندنا في موضوع كتير مهم، بس في نقطة بدي ضوي عليها انه في ما حدا عم يحكي عنها، وهو انه بقاء بتعرف الفيروس، هو فيروس الكورونا هو الشوكة، بروتين الشوكة الفيروس سبايك تعولتها، بقاها اكثر من سنة في الجسم بعد التشخيص البيولوجي هو السبب الأساسي في موضوع ما يسمى الكورونا طويلة الأمد. هيدا بنحط عليها ثلاث شحطات ونقطة نضوي عليها. إذا كان هذه، لأنه تشير كل الدراسات العالمية بوقاء مخزون فيروسي لدى شخص معافى من التهاب من الكورونا 19 سابقا، بيبقى هذه يحوله إلى نقطة التهاب، وهذا الالتهاب ممكن يكون لطويل الأمد ويصيب الأعضاء الجسدية والنفسية. ما يمكن أن يعمل الطبيب بهذه الحالات طبعا، بده أقل ما يمكن أنه بده يكون تحت إشراف طبيب أمراض معدي لحتى كنترول للكيس تعول الحالة. ثاني شيء بدنا بالنسبة لموضوع الوضع النفسي بدنا نقدر نعمل له سيكوثيرابي، العلاج يعني تقريبيا. ولكن هون في شيء مميز لازم ينتبه له المشاهد والمستمع، أنه الرياضة لازم تكون خفيفة للحالات هون، لأنه في عنا حالة ما يسمى ضعف في العضلات، لأنه هذه في نقطة دراسية علمية عملتها دراسة هولندية مجلة نيتشر كوميونيكيشن، بتقول مفادها أنه أخذوا 25 حالة مصابين بالكوفيد 19 وأخذوا 21 شخص سليمين وركبوهم دراجة هوائية لمدة 15 دقيقة، تبين في الدراسات عندهم أنه فحص علم الأنسجة عندهم وفحص الميتوكوندريا بسموها بالعربي المقتدرة، وهي التي تعطي الطاقة الإنرجي للجسم خاصة في العضلات، تبين أنها أقل عند الحالات المصابة بالكورونا طويلة الأمد. وضمن هذه الإطار وضمن هذه الأمور علينا أن ندرك تماما أن موضوع الكورونا طويلة الأمد هو موضوع موضوع ممتد دكتور، ولسه هنعرف عنه اكيد تفاصيل كتير في المستقبل، لانه لسه حاله جديده بتتكشف بعد الاصابات بكورونا. انا بشكرك جزيل الشكر دكتور رائف رضا، ممثل الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق اوسطيه في لبنان، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.